انت المفروض ما كنت تتدخلين موضوع مها. ما شاء الله، يعني وايد خايف على مشاعرها. ايه خايف على مشاعرها. عبد الله انت ايش فيك؟ للحين مو قادر تنسى انه لما مها جت بالصدفه وبريم جايه بيذبحك جت الرصاصه فيها؟ هي صح جت بالصدفه، بس كانت تدري ان بريم بيذبحني وهي انقذتني من الموت. اي اوكي ترى ما قلنا شيء، بس هذا مو معناته انك تعاملها على انها زوجه. لا حبيبي، وبالذات ان انت ما تحبها ولا في مشاعر. ما يخالف تسكرين الموضوع؟ لا والله، الحين انت تبطل الموضوع بعدين تبيني اسكره؟ وين رايح؟ تعال. بروح اكلم ريم. انا ما اخلص. يا ريم يا مها يا مها يا ريم، انت بتجوطني ولا شنو؟ ايش تبي بعد ريم؟ ولا صح، انت بتروح تكلمها يمكن عن موضوع جاسم. جاسم منو؟ جاسم اللي جالك الشركه عشان يطلب منك يدريم يتزوجها. سمو، انت ايش قاعد تقولين؟ عبد الله ايش فيك؟ مو جالك اليوم واحد اسمه جاسم وطلب منك انك تطلق ريم عشان هو يتزوجها؟ سمو، انت فاهم الكلام اللي قاعد تقولينه؟ إيه فاهمة اللي قاعد أقوله. أنا سامعة ريم بأذوني وهي تكلم رفيجاتها سلوى، تبي تشوف شنو صار معاك وتبي تعرف ردة فعلك، بالذات إنها هي تحبه وتموت فيه. صمود، أنت متأكدة من هالحكي؟ عبد الله إيش فيك؟ قاعد أقولك أنا سامعتها بأذوني وهي تحاكي رفيجتها. أنت اليوم يالك واحد اسمه جاسم الشركة ولا لا؟ عبد الله تعال، وين بتروح؟ عبد الله إيش فيك؟ عبد الله، أنت يا محترمة تبي أنت تطلقينها عشان تزوجين واحد ثاني؟ ولا مخلي حبيب القلب يجي الشركة ويطلب إيدك؟ لهالدرجة وصلت في جروحك؟ عبد الله! لا يا عبد الله، لك بديتك وخر! يما زوجتي المحترمة المتربية تحب تعشق تحب واحد ثاني هيما، وانت بتتزوجها! صدق الحكي اللي يقوله عبد الله؟ ما تتكلمينش في ساكتة؟ ما تحكين؟ ما تردين؟ والمشكلة وين يا هيما؟ الريال اللي تحبه جاي من الشركة عشان يطلب مني اطلق زوجتي. يبيني اطلق زوجتي علشان يتزوجها. ما تردين؟ صدق الحكي اللي يقوله عبد الله ولا لا؟ ليش ساكته؟ ايه خالتي صدق، انا بقيت اطلق منه عشان اتزوج واحد ثاني. ماني مصدقه، ماني مصدقه اللي قاعد اسمعه. لا خالتي صدقي، انا بتزوج واحد ثاني. عبد الله طلقني. ما راح اطلقك، ما راح تطلعين من البيت، لا تطلقين، ما راح تطلعين. وخر، قاعد اقول لك وخر، لا تقرب منها. وخر، اطلع برا. انا اعلمك. اطلع برا، اطلع برا وخلي. ليش؟ ليش يا ريم؟ عبد الله ايش قصر معك فيه؟ ليش؟ قصر معاي بكل شيء. قصر معاي بكل شيء، انا ولا شيء بالنسبه له. انا زوجته بالاسم وبس. طول عمرنا عايشين بهالبيت، هو بمكان وانا بمكان. خالتي انا ابي اعيش، ابي اعيش. مصدقه، ماني مصدقه. يا المجنونه يا المجنونة، ليش سويت كذي؟ ليش؟ منو قال حق عبد الله الموضوع جاسم؟ منو اللي قال له؟ ايش دراني منو قال له؟ ما يهمني اصلا منو اللي قال له، واحسن انه دراه عشان يطلقني. انا ما اقدر اعيش معه بهالطريقة، ما اقدر. غلط، غلط اللي قاعدة تسوينه. الناس ايش بتقول عنك؟ ايش بتقول؟ بيقولون طلقها لانه يدري ان لها علاقة بواحد ثاني. ايش بيكون موقفك قدام الناس؟ ايش بيكون موقفك قدام ولدك لما يكبر؟ ما فكرتي بهذا كله؟ حرام عليك. سكتي، ليش ما قلتي له الحقيقه؟ الحقيقه الوحيده اللي انا عرفتها اني عايشه معه في بيت وحده، هو مكان وانا مكان. عبد الله لازم يطلقني، ماني قادره اتعب من حياته. ما في ريال في الدنيا تحمل الكلام اللي اسمعه منك عبد الله. انت لو كان عندك امل انه يتغير صوبك الحين انت قطعتي هالامل. وانا ما ابي اعيش على الامل اللي قاعد تقولين عنه. لا تكذبين على عمرك. تتحبينه يا ريم؟ تتحبينه؟ هي احبه ولا اني احبه؟ قمت اسوي اي شيء غلط بس عشان الفت انتباه صوبي. لدرجة إني ما دافعت على نفسي قدام الاتهامات هذه كلها. خلاص يا عاملني كزوجة يا طلقني بس. خلاص تعال 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 عليكم.
خالتي شفيت عسى ما شر. بعدين شنو هالصراخ هذا؟ انت شكو؟ ايش دخلك بالموضوع؟ كم مره قالتك لا تتدخلين بشيء مالك شغل فيه؟ انا اسفه بس حبيت اتطمن. مو شغلك. لا حول ولا قوه الا بالله. اي ما انا تسوين فيني كذي؟ انا عبد الله شفيك امسك اعصابك. شو تبيني امسك اعصابي شلون؟ عقب اللي عرفت شلون امسك اعصابي. ليش ان شاء الله لختيم شنو كانت تعني لك اللي كذي مو قادر تمسك اعصابك؟ ليكون بعد تحبها. لا تنرفزيني اكثر من كذي صمود. لاني مو قادره القى تفسير على الحاله اللي انت فيها غير انك تحبها، لو ما تحبها كان طلقتها وافتكينا منها. شنو؟ اطلقها؟ اي طلقها وخذ الولد منها وخليها تتزوج اللي تبي، هذا اذا ما كنت تحبها. صمود لا تقولي انك تحبها مره ثانيه. خلاص عيل، سوي اللي قاعد اقول لك عليه وطلقها. ما راح اطلقها، راح تقعد بهالبيت وراح اذلها، وراح تشوفين ما عملتي معاها. عبد الله هذا اللي تمت على ذمتك راح اسوي لك مصيبه، ترى هذه كل شيء يطلع منها. مو عبد الله اللي تلعب فيه حرمه، راح تشوفين ولا تنرفزيني اكثر من كذي. صمود انا ريال البيت وانا اللي اقرر شو اسوي وما اسوي، فهمتي ولا لا؟ عبد الله يما يما الله يهداك الله يهديك. بس يا يما مو كذي الامور تنحل من بالعصبيه. اهدى انت الريال انت اللي فاهم. يما والله العظيم تعبت خلاص ماني قادر. ما يخالف يما بس لا تزيد النار حطب. صمود ايش فيك؟ صمود؟ صمود ايش فيك؟ صمود ايش فيك؟ وين 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 عورتك وين؟ هني هني يما اطلع اطلع انت يا مها اطلع انت ومها عليك خمس دقايق بس طلعوا يا مها ان شاء الله طلعوا سك الباب. هاي بطني تشفيت؟ ليش قاعد طالعيني كذي؟ تعرفين تمثلين بس مو علي انا. صمود لا تستغلين حب عبد الله لك وللي في بطنك. خالتي انا؟ اي انتي لا تعرفين علينا البيت فوق حدر. انا؟ اي انتي. انا قلت انت انسانه عاقله وفاهمه وما لك شغل بامك ولا تخطيطها، وعلى هالاساس قلت ما بيحرمكم من بعض وتزوجتوا، لكن الظاهر انا غلطانه لأن تفكيرك نفس تفكير أمك. خالتي الله يخليك أمي لا تبين طاريها. الله يخليك أنتي لا تعفسين البيت هذا فوق تحت. خالتي إذا أنتي قصدك عن موضوع ريم ترى أنا مالي شغل بالسالفة، هي اللي اعترفت قدام عبد الله. إحنا حريم ونعرف بعض. على فكرة بالصدفة وأنا مرة من صوب غرفتك سمعتك بالضبط شنو قلتي حق عبد الله. أنا أدري إن أنتي تكرهيني. أنا ما أكرهك. لكن تصرفاتك بتخليني أكرهك. أنا أبي نكون عائلة واحدة، نخاف على بعض، نحب بعض، نحافظ على بعض، ما بالعائلة هذه تفترق. ولو أي أحد فكر إنه يخلي العائلة هذه تفترق أنا بوقف وياه، حتى لو عبد الله نفسه. سمعتيني؟ خايف على صمود ولا على اللي ببطنها؟ شو السؤال الغريب؟ أكيد خايف على صمود واللي ببطنها. لا تحاتي، بإذن الله إن شاء الله بيكونون بخير. الله يسمع منك. عبد الله، بغيتك بموضوع وايد مهم. شنو الموضوع؟ لا ما ينفع نتكلم هني. تقدر تي داري نتكلم وناخذ راحتنا؟ مها، أنت شايفة الوضع اللي إحنا فيه؟ إيه شايفة. بس أنا أقصد طبعاً يعني من عقب ما تطمن على الصمود وتنظرها لين تنام عقبها تعال داري عشان نتكلم وناخذ راحتنا. شوف ترى أنا ما راح أنام، بنطرك لين تجيني. أوكي اتفقنا؟ اتفقنا. أنا بس أطمن على الصمود وإيج الدار. خلاص اللي تشوفه. هاي ما طمنيني. ما فيها إلا العافية. دلع بنات الحمد لله ان صمود اللي ببطنها بخير. اهلا انا بروح اشوفها. تصبحون على خير. وانت من اهل. وانت ايش فيك مستانسه كذي؟ ما فيني شيء، مستانسه لان الحمد لله صمود بخير. ها كذي يعني؟ اي خالتي بس كذي. يلا تصبحين على خير. وانت من اهلها. يمه منك يا الحبه.
مدام فيصل سليب. اوكي روحي. ما قلت لك تسوي شي موضوع، قلت لك بس تطلعي من المستشفى كلميني. اوكي، يعني شنو افهم من هالموضوع؟ ابي تفهم من كلامي شيء واحد اللي كمل اسمعك. ريم، انا طول الوقت افكر فيك، هذا ما يعني الا شيء واحد. ريم، انا احبك. أنا بس بعرف شغلة واحدة، في مرة عاجل تطلع من بيتها من غير ما تقول حق رايلها. أول شيء هذا مو بيتي، هذا بيت مرتك سموت. ثاني شيء أنت زوجة على الورق، مالك حق التحكم بتصرفاتي. بس ريم، ثالث شيء والأهم إن أنا مرة متربية ومحترمة نفسي عدل، وأعرف الأصول وأعرف الصح من الغلط. زي رايلة، خلنا نرجع البيت. لا، ماني رادة معك البيت. تبيهم يعتقدون إن أنا مسوي شيء غلط؟ إيش حقي؟ وأنا قايل ليش مسوي شيء غلط؟ منو قالك ان رايك يهمني؟ انا يهمني راي خالتي ولا واحده من حريمك، ايش بيقولون عني؟ اكيد مسويه شيء غلط وراد هالبيت، وانت شايف انا طالع مع رفيجاتي اغير جوي شوي وانت ركدت علي. انت ايش فيك؟ ايش حق اسلوبك معي تغير؟ ريم، اذا بقلبك كلام قوليه، لا تخشين شيء. زين يلا خلنا نرجع البيت. ماني راده معك البيت، برد مع رفيجاتي عشان ما حد يعتقد ان انا مسوي شيء غلط. انا بك. انت شايف انه منطقي اثنين متزوجين يتشافون بالسر؟ حبيبتي، هذا راح يكون بس فتره، ليه ما صمت تتقبل الوضع؟ صراحه الله يلوم اللي يلوم، ما في زوجه بالدنيا ترضى ان ريلها يحب واحده ثانيه. زين انت قولي لي، شو اسوي؟ ما ادري بصراحه، انت وضعك وايد معقد. ما تبي تخسر صمود بس ما تبي تخسرني. إيه هذا هو، أعطيني حل. الحل أنت شايفه في السر؟ يعني متفقين؟ متفقين، بس شرط أشوف لك حل حق هالموضوع. إن شاء الله.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال لو سمحت؟ تفضل. هذه قطعة ستة. بش فيك ما تبي تنام؟ بلا بنام. زين ايش ناطر؟ تصبحين على خير. وانت من اهله؟ فيك تأخرت؟ مو أنا كنت ناطر صمود تنام عشان لا تحس إن في شيء غلط. شلون يعني تحس في شيء غلط؟ ما فهمت. أنت قلتيني إنك عندك موضوع مهم، شنو الموضوع؟ إيه صح كلامك، تعال اقعد هني. أنا حابة أتكلم عني وعنك. شلون يعني ما فهمت؟ عبدالله انت فاهمني زين. انت قلت لي في المستشفى ان معاملتك راح تختلف معي. صح كلامك. عبدالله لا تحاول تتهرب مني. طالعني عافية، قول لي الصدق. انت كنت تقصد اللي قلته لي ولا علشان اكسر خاطرك؟ ما انا بعد الحادث تأكد 1000% انك تحبيني. بس شنو عبدالله؟ أنا متزوج 3 غيرك، ما أبي أظلمك. وأنا ما عندي مشكلة، أنا أبي أكون واحدة من الأربعة اللي أنت متزوجهم. صدقني عبد الله، أوعدك إني عمري ما راح أعترض، ولا راح أحسسك بيوم من الأيام إني متضايقة، صدقني. وأنت تشوفين هذا عدل؟ إي أشوفه قمة العدل. عبد الله إيش فيك؟ عادي أنا راضية. يعني باكر ما راح تجيني وتقولين إن أنت ظلمتني؟ عبد الله أنا أحبك. أحبك فوق ما تتخيل. أتوقع أن في واحدة كانت مستعدة تموت علشانك، ممكن في يوم من الأيام تقول لك إن ظلمتني؟ لا يا عبدالله، أنا مستحيل أقول هالشيء. شوفي ما، أنا قبل الحادث كنت أشوفك بنظرة أن أنت بنت خالتي وكاسرة خاطري وأمن مستقبلك، بس بعد الحادث كل شيء تغير. اللي يحب من كل قلبه ما يبخل بعمره على حبيبه، هذا إذا كان حبه صادق له. وأنا يا عبد الله ما ودي تحبني علشان الموقف اللي سويته علشانك. أنا أبيك تحبني لأني مهل تحبك وتموت عليك. ما أتمنى شيء في هالدنيا كثر ما أتمنى إنك تحبني مثل ما أحبك. شنو يعني هالشيء وايد علي؟ وايد عليك. بعدين يا 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 شنو هذا شلت شنو؟ أمانة إيش رأيك بالشموع ونفنوف فيه بشكل حلوة؟ جميلة. شلون أنا عندي كيكة كذي وما أدري عنها؟ واي عبد الله استحي. إي صح، على طاري كيكة، ترى أنا سويت لك خوش كيكة راح تاكل أصابعك من وراها. بس ما راح أتأخر، إن شاء الله كلها دقايق وياي الكيك. انطرني. إي صح عبد الله، في شيء أبيك بعد تسويه علشاني.
أبيك تلبس هالدشداشة. هذه دشداشتي شايباني. جبتها بطريقتي. زين عافية البسها علشاني. ما راح أتأخر، كلها دقايق وراح أجيلك. أحبك. صراحة تصرف سعد وايد غريب، مو من مصلحته انه يختفي، يعني هو المفروض يكون مهتم اكثر مني ومنك، لان فلوسه محجوزه بالمخفر. مثل ما قلت لك استاذ عبد الله، امس اتصلت فيه اكثر من مره، دزيت له اكثر من مسج على تليفون، بس مو راضي يرد. هلا جمال. مسيو عبد الله، هيدا الملف اللي طلبته. خلاص، انا راح اوقعه وما يبكي. اوكي ابو لازم. زين. شو الحل وياه؟ ما في قدامنا غير ننطر لين يتصل فينا سعد ونقعد معاه ونوصل تفاهم. إيه بس أنا ما بعتمد على سعد، لأن سعد إذا اعترف راح يخسر كل الفلوس اللي أعطوه الشركة المنافسة. إلا إذا وعدناه نعطيه نفس المبلغ. أنت مصدق؟ أنا كافي سعد؟ لا يبا، إحنا راح نقدم طعن على المناقصة بشكل طبيعي. لكن لازم تكون عندنا أسباب قوية ومقنعة عشان يقبلون الطعن. تشفيك؟ إحنا عندنا عرضنا وعندنا أسعارنا. وراح نقدر نثبت بكل سهولة ان هم مقدمين عرضهم بناء على العرض. والسبب الثاني بلاغ اللي مقدمينه على سعد، يعني هالاسباب تكفي. عيل خلاص، انا بشتغل على هذا الاتجاه وان شاء الله خير. بس تكفى، ابيك تشد حيلك. لا توصي. ودي يا دمى، واذا امها للحين نايمه وقعد طلع الحديقه. نعم يا دمى. شوي شوي. هلا نورة. هلا خالتي. ايش فيك واقفة قاعدة؟ في موضوع مهم ابي اكلمك فيه. خير؟ قولي. تقصدين يعني أساعدك علشان نحمي عبدالله؟ أقصد نحميه من أبو ريم. أبو ريم ما راح يخلي عبدالله بحاله.
بالعافية حياتي. حياتك مرة واحدة؟ حياتي وعمري وقلبي وروحي وكل ما عندك. آه سعد ما تحكيني هيك عن جد، أنا كثير بستحي. إيش دعوة؟ إيش قصدك؟ يعني الأمور ما توصل لها الناحية اللي نوصلها شو ورانا؟ تعرف أكثر شيء عجبني فيك خفة دمك. حياتي أنت سكر. اللي بغيت أسألك ليش تأخرتي بالمكتب؟ عبد الله تأخر؟ لا أبداً، طلع على موعده، بس بتعرف بعد ما هو يفل يعني فوت أنا على المكتب برتب الورق بأيد إذا في ملاحظة لتاني يوم. حلو، عساك على القوة الله يوفقك. عندي سؤال لك، شو تعرفين عن المناقصة المدينة الطبية؟ خبرني أنت شو بتعرف عنها؟ أبد، مواضيع يعني بسيطة، أنا مرة عبد الله كلمني عنها وما ناقشتها لأن انشغلت بوايد أموري، فقلت مرة واحدة دام أنت موجودة أسألك عنها، شو تعرفين؟ شوف بالحقيقة أنا ما بحب أطلع على هالمناقصات لأنها كتير كبيرة وحساسة. أوه يا دل، شو فيك؟ نسيت ورق المناقصة اليوم على مكتب مسيو صالح. وليش عبد الله رد يناقش صالح بخصوص المناقصة؟ أنا اللي عارفة أن المناقصة باقي عليها أيام ويقدمونها، أكيد ما اتفقوا على شيء. يعني لو اعتمدوها ما رجعنا أشوا. تعال هون سعد، أنت مطلعني من جو الشركة والشغل، بدك تحكيني فيه هون؟ مع أساس بدك تغير لي جو؟ لا لا لا، أنا قلت فرصة أسولف وياك عن الشركة، يا كلمة ردي مكانك، لا تتعبين روحك ولا تضايقين نفسك. ترى فل هلا. لا انفليت، أنا زتيت حالي من هونة، إيش فيك أنت ولو تأبريني أبر؟ أكلي ما عجبك الأكل؟ بالعكس كثير طيب. لأن أنت الجنان كله. زين إذا ما عجبك أطلب لك جمل مشوي. ميرسي، كلك ذوق. يا أهلين حياتي يا دلي، أنا هلا عمري قلبي، أنا بالليلة اليوم عندكم ما تصورين أنا إيش كثر مشتاق لك يا حياتي أنا. وي فديت لي يستحون يا قلبي، أنا ما أتحمل. ماشي ماشي يا دلي، يلا باي باي. يا ترى شو قصتك يا سعد؟ وليش ما اجيت امبارح عنا على البيت؟ يا ترى شو صاير بينك وبين مسيو عبد الله؟ عشان يبعت ورا المحامي اول ما يوصل الشركة. الله يستر. خالتي انا بقول لك عن كل شيء، بس ابيك بالاول توعديني انه ما حد يدري عن هالموضوع. لا يا نور انا ما وعدتك، خليني أعرف السالفة بالأول، بعدين ذيك الساعة أنا أقرر. حاضر، أنا بقول لك إياه لأني واثقة إنك بتفكرين مثلي. تكلمي يسمعك. خالتي أنا أبي أتنازل عن حصتي من الورث لبوريم علشان يوخر عن عبد الله وما ينتقم منه، وبيج أنت تكلمين عبد الله إنه يعطيني الحصة هذه فلوس، بس هذا اللي أبيه. وتعتقدين ان عبد الله يوافق على الكلام اللي قلتي؟ اكيد طبعا ما راح يوافق، عشان كذي ابيك انت اللي تقنعينه. خالتي انا باخذ الفلوس هذه اعطيها حق بوريم، الريال خسر فلوس وايد ويبي اللي يعوضه عن هالفلوس، ولا ما راح يسكت. انت وين شفتي؟ شفته ببيت ابوي. الحين بتقنعيني يا نوره ان اللي قاعده تسوينه عشان تحمين عبد الله؟ خالتي شو هالكلام؟ أقسم لك بالله إن هذا كل هدفي. نورة، بوريم ريال مطلوب للشرطة، ريال ما عنده لا ذمة ولا ضمير، شلون تثقين بكلامه؟ زين خالتي قولي لي شو أسوي؟ في النهاية عبد الله زوجي وعيالي يعتبرونه مثل أبوهم، يعني معقول أشوفه بهالمشكلة هذه واسكت؟ زين شوري علي، أنت قولي لي شنو أسوي؟ الحل الوحيد إن أنا أقابل بنفسي وأنا أتفهمها. إيه بس كذي في احتمال كبير إنه ما يوافق، لأنه أكيد بيخاف إنك تبلغين عنه الشرطة. خلاص عيل، كلميه قولي له إنك بتقابلينه بنفسك وبروحك، لا تبين لطاريه. حاضر، أنا بنفذ كل اللي قلتي عنه، بس الله يخليك ما أبي عبد الله يدري عن هالموضوع. أنا ما أبي عبد الله يدري أساساً بالموضوع، تطمني من هالناحية.
لا لا صمود، عيب هالحركات اللي قاعد تسوينها، ايش خليتي لنا احنا؟ والله قاعد تقلدينا وتسمعين غلط. لا لا ما تطوفين السالفة انا. هلا صمود، عندي لك اخبار مهمه حبيت اقول لك اياها. اخبار؟ شو اخبار؟ يمه تخيلي ام راشد ونوره قاعد يخططون هم يشوفون ابو ريم اللي كان بيذبح عبد الله. انزين وهم ليش يبون يقابلونه؟ يعني على حسب اللي انا فهمته من نوره انها تبي تعطيه فلوس عشان يوخر عن عبد الله. انزين وما عرفت متى يقابلونه؟ والله يمه يعني يا تريم وانا حاولت اني اتسمع بس ما عرفت متى. أنا قلت أقول لك عشان يمكن نستغل الموضوع من صالحنا. نستغله؟ إي بس شلون؟ يما تكفين فكري عدل، هذه فرصتي عشان أفتك من نوره هذه. تدرين شلون؟ الموضوع مو مال تليفون. تعالي عند البيت نقعد أنا وأنت نخطط ونتكتك. أوكي؟ خلاص أوكي، ساعة بالكثير وأكون عندك. باي باي. حبيبتي أنا ما بيك تعصبين، ترى الياهل حسب أمه، يعني إذا أنت متضايقة هو بعد يتضايق. هدي بس أنت شوي ولا تعصبين. خلاص بس إيش تفلسف على راسي، سكتي شوي. خلاص كاني سكت بس أنت هدي. المهم خلينا بموضوعنا الحين، صمود هذه ما رح تهدم حالنا بعد ما خلصت مني بتلف عليك. تقصدين عشان شفتيها وتسمع علي أنا وخالتي؟ إيه طبعاً، تبي تعرف ايش قاعد يصير بالبيت ومن هني تعرف شلون تخطط. تعقين سمعت شيء؟ ما ادري بس اذا سامع شيء اكيد بتقول حق عبد الله. واي عاد صدق بتصير مشكله عوده اذا عبد الله درى، لان اذا قالت له ان خالتي تبي تشوف ابوك ما راح يخليها. شوفي اذا عبد الله كلمك انت وخالتي معناتها انا سمعت، واذا ما كلمكم معناتها انا ما سمعت شيء. قطيعه. منو؟ سلوى. بعد ايش تبي؟ ما ادري. شوفي انا ما راح اكبر السالفه وماني طالع اليوم، بس من باكر بالطقاق اللي طقهم كلهم عبد الله وغيره. يا حبيبتي كبري عقلك، الريال ما يحب المره اللي تعاند. ومنو قالك تبي يحبني؟ انا ابي يكرهني عشان افتك بالسالفه بكبرها. ما صار شيء، بس في مثل انا ما ابي اطول، ابي ارجع البيت بسرعه عشان اراقبهم عدل. اي عافيه عليك، لازم تتم عيونك مبطله 24 ساعه عليهم. سيما انا تعبت ابي ارتاح. ما علي بعد عمري، امك اللي راح تريحك. يما انا مشكلتي للحين مو عارفه شلون استقل موضوع ابو ريم ومقابله خالتي ام راشد ونوره حقه. يعني تدرين عبد الله اذا عرف هالشيء راح ين، بس ترى عادي يعني يقعدون معاه بعدين ويفهمون انهم يبون مصلحته، وكنا ما سوينا شيء. لا تحاتيني بعد عمري، امك لقيت لك خطه جهنميه لهالموضوع. زين ليش ساكته قولي؟ الخطه الجهنميه متعلقه مقابله ام راشد ونوره لبريم. لا تحاتين، انا عيوني ما راح تغيب عنهم ولا دقيقه واحده. وايد ممتاز. والخطوه الثانيه عقب ما يتقابلون. ما فهمت عليك. أنا كل اللي أبي منك عقب ما يتقابلون يشوفون بريم، أبيك تدخلين الشك في قلب عبد الله وتخلينه يعتقد إنهم قاعد يتآمرون عليه. فهمتي؟ يما أنت من صدق قاعد تحكين؟ وأنت عبالك عبد الله راح يقتنع إن أمه راح تتآمر عليه وهو ولدها الوحيد؟ إيش فيك؟ أي من صدقي، لأنك ما تعرفين سلمى كثري، هذه غولة ونمرودة والكل ماشي تحت طوعها. أخوي الله يرحمه كان ما يشك إبرة بخيط إلا ما يشاورها وياخذ الشور منها. أم حظين حتى عيالها الله يرحمهم كان يشاوروها بالكبيرة والصغيرة،
بس عبد الله، عبد الله غير، ما أعطاها هذه الفرصة ولا خلاها تتحكم فيه. يعني باختصار عبد الله بكل سهولة ممكن يصدق الكلام اللي يقولونه على أمه ويتغير عليها. فهمتي؟ بس ما أنا ما أعتقد إن عبد الله راح يصدق هالحكي. أنت إيش فيك؟ وين ذكائك؟ ليش ما تشغلين مخك؟ أنا قلت لك هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية والأهم متعلقة بصالح. إنزين شنو؟ وضحي لي. أنا راح أخلي صالح يروح يقابل سلمى. مو مهم شي يصير بينهم. يروح يقول لها على المشكلة اللي صارت بينه أو بين عبد الله، يعني أي شيء. عقب أخلي صالح يروح حق عبد الله ويقول حق عبد الله إن أمه أطلبت من صالح يدير الشركة، يعني يجردون عبد الله من كل الصلاحيات اللي عنده، وبشي يعرف إن أمه تآمر عليه. فهمتي؟ يما أنت من صدق قاعد تحكين؟ إي طبعاً من صدق، شايفتنا تقشمر. سيما أنا ما أعتقد عمي صالح راح يوافق، أنت عارفة إيش كثر علاقته قوية بخالتي أم راشد وعبد الله. ومع هذا راح يوافق. أنتي ما عليك بصالح، صالح عندي أنا. سيما أنا ما أعتقد عمي صالح راح يوافق، أنت عارفة إيش كثر علاقته قوية بخالتي أم راشد وعبد الله. ومع هذا راح يوافق. أنتي ما عليك بصالح، صالح عندي أنا. يما أنا كل اللي يهمني في الموضوع نورة، أنا ماني فاهمة أنت ليش تبيني أخلي عبد الله يحط في باله أن أمه بتسيطر على الشركة؟ ليش تبيني أشيش عليها؟ نورة مو راح تروح مع أمه وتقابل بريم؟ إي صح. النقطة الثانية والأهم، عبد الله تزوج ريم ونورة عشان يرضوا أمه وما يبي يزعلها. بس إذا درى أن أمه قاعدة تآمر عليه مع حريمه راح يقلب عليهم، وبكذي ضربنا عصفورين بحجر. تكونين أنت افتكيتي من راشد ومن نورة وريم، ويكون عبد الله استولى على الشركة. عرفتي؟ إيش فيك ساكتة؟ والله يما خطتك كلش مو سهلة. تدرين أقل قلطة فيها ممكن تصير عكسية، وأنا اللي راح أروح فيها. ما تروحين فيها أو لا تخافين، وقوي قلبك. أنا وإنتي لازم ما نضيع هالفرصة، هذه فرصتنا الوحيدة والأخيرة عشان أنا رد حقي من راشد. وإنتي بعد تفتكين من الثلاث حريم تمين إنتي وعبد الله أبوكم. تصفى الأمور، هذا أنا قاعد أخطط وتكتك علشانك، وقال لازم تسمعين كل كلمة أقولها. عرفتي؟ شكرا حبيبي. كلمتي أبوك؟ إيه كلمته، وهو كلم أبو ريم وقال لي يشوفني اليوم في البيت عند أبوي الساعة 2 الظهر. خوش عيل، عيالك يكونون ردوا من المدرسة ومنخليهم عند ريم، لا تحاتين. خلاص اللي تشوفينه. لا تخافين، أنا معك. إيه خالتي، بس أبو ريم معتقد الحين إنه بيشوفني علشان ياخذ مني المبلغ اللي وعدته فيه. خلي يتوقع اللي يتوقعه، أنا عارف إيش قاعد أسوي، لا تحاتي. تفضل ابو ريم، حياك، تفضل اخوي. هالت يا ابو نورة هالت. اذا بنتك وفت بعدها لي، من شايف رجعت وياه مرة ثانية؟ صدقني يا اخوي، انا ما اتمنى لك الا كل خير، لكن انت شايف حياتي انعفست فوق حجر. ايه بس انت ما خسرت فلوسك مثلي، ولا ناطرك حكم بالسجن مثلي. أنا خسرت كل شيء، حتى مصاريفي الشخصية قاعد أخذها منك. ماشي بالشارع وتلفت حوالي. أنت اللي جبت حق نفسك، ياما نصحتك لكن ما سمعت النصيحة. خلاص ما عاد الحكي أي فايدة،
الا نوره متى بتي؟ يعني الساعة 2 توصل ان شاء الله. باجي لها ساعة اقل من ساعة تكون موجودة. هلا خالتي. هلا سمود. ها شلون الوالدة؟ الحمد لله بخير وسلم عليك. ان شاء الله دوم. بطلع انا ونورة مشوار ورادين بعد ساعة. اوكي خالتي الله وياكم. مع السلامة. الاوراق انا متشيك عليها من قبل. هلا صمت. هلا عبد الله شلونك؟ قولي يا حبيبتي انا مشغول وايد. عبد الله ابيك تهد كل شيء بيدك وتسمعني، عندي موضوع خطير لازم اقول لك اياه. زين قولي شنو الموضوع؟ اول شيء انت بروحك ولا عندك احد؟ لا انا عند مدير المالي، ايش فيك؟ لا لازم تكون بروحك عشان اخذ راحتي بالحكي. صمت شو السالفه ترى خرعتيني. عبد الله تخيل سمعت امك ونوره قاعد يسولفون بصوت واطي، عاد انا شكيت ان عندهم بلا. زين بعدين؟ رحت وقفت قريب يمهم عشان اسمعهم بس هم ما شافوني. تخيل سمعتهم قاعد يخططون عليك. صمود انت صاحيه؟ اي انا هذا اللي سمعته. ايش فيك؟ لحظه شوي، ممكن تخليني بروحي شوي؟ تحت امر حضرتك. صمود اكيد انت فهمت الامور غلط. حبيبي صدقني مو فاهم الامور غلط، أنا سمعت أمك بالحرف الواحد تقول إنها بترجع تدير الشركة وتسيطر عليها وإنك أنت مو قد المسؤولية. أمك صدق كانت تتدخل بالشغل بس ما توصل لدرجة إنها تبي تسيطر على الشركة، بعدين أنا عمري ما حسيت إن هي متضايقة من إدارتي للشركة. ما أدري والله هذا اللي سمعته، المشكلة الكبيرة إن أمك رايحة تقابل أبو ريم عشان يوقف معاها ضدك وتقدر تسيطر على الشركة، تخيل. صمود الحكي اللي قاعد تقولي له ما يدش العقل. شلون أمي تروح حق أبو ريم اللي كان بيذبحني علشان يساعدها عشان تسيطر على الشركة؟ حبيبي عبد الله ترى أنا بعد مثلك مصدومة، بس هذا اللي صار وهذا اللي سمعته، الظاهر إنهم يخططون من زمان مع بعض. صمود حبيبتي أكيد أنت مو بعيد. إنزين وإذا أنا قلت لك إن أمك ونورة رايحين الحين بالطريق عشان يقابلون أبو ريم، ولا وين بيقابلونه؟ ببيت أبو نورة، تصدقني ولا لا؟ صمود حبيبتي أنا واثق مليون بالمية اللي فهمتيه غلط. صدق ان امي كانت تدخل بالشركه واخواني ما كانوا يخطون خطوه الا بشوها. بعدين امي مستحيل تحاربني، مش حق تحاربني. والله عبد الله حبيبي انا بعد فكرت بهالموضوع بس ما لقيت غير سبب واحد. وشنو السبب؟ يمكن امك شافتك سجلت البيت باسمي ونسبه من الاسهم باسمي، خافت ان انا اكون مأثرة عليك وخافت بعدين اخليك تسجل كل شيء باسمي، هذا هو السبب. امي مستحيل تفكر كذي. اوكي خلاص إذا أنت تبي تتأكد من كلامي روح بنفسك بيت بنورة وشوف. يا أخي بنتك وايد تأخرت. لا تأخرت ولا شيء، للحين الساعة ما صارت 2. صدقني يا بنورة إذا بنتك فكرت أنها تبلغ عني صدقني بتدفعون ثمن وأولهم أنت. ما لا داعي للتهديد، طول بالك يا بريم الحين نورتي. زين دق عليها دق عليها شوف وين وصلت. حاضر. هي ما انا وايد خايفة، تدرين اذا عبد الله دار اني انا تشذبت عليه ما راح يسامحني. انت يبعدين معاك يعني لازم تعصبيني. سمعي اقول لك أبيك تسوي كل شيء اللي اتفقنا عليه ومن غير لف ولا دوران. انت وحدين معاك من شنو خايفة؟ لا لا تخافين، دام أنا معاك لا تخافين، قوي قلبك. إيه بس هذه أمه، انت تدرين عبد الله ايش كثر يحب أمه ويقدرها. صمود انت وحدين معاك ليش تبين تعصبين وخلاص؟ سمعي هذا احنا دشينا اللعبة تبين تراجعين ما عاد ينفع. وندرت أم راشد ان انا وانتي قاعد نخطط من وراها والله بتلعن بخيرك الا تحذفك في الشارع. لا هذا اذا بعد عبد الله ما طلقك او لعن بخيرك. اي والله يما معاك حق. يلا يما الله حافظك.
خلي بالك على روحك، أو مثل ما قلت لك، يلا بالسلامة. ها؟ إيش في يا صمود؟ ما أدري إيش أقول لك يا صالح، وعلى قلب إن شاء الله. الصمود سمعت مراشد هي ونورة يتآمرون على عبد الله وعليا، وراحت قالت حق عبد الله، وهي الحين خايفة من ردة فعله. ما أدري شو تسوي هالبنت بعمرها. شو الحج؟ أكو أم تتآمر على ولدها؟ صدق ما عندك سالفة يا صالح. الظاهر ما أنت عارفة مراشد. طبعاً ما أنت عارفها. مراشد ما حد عارفها كثري أنا. إنسانة غولة وحقودة وما تحب الخير حق أحد. تبي كل شيء تحت دينها. تلاقيها مقهورة الحين. ليش؟ إن عبد الله صار الكل في الكل. طبعاً هالشي ما يعجبها ولا يناسبها، واللي زاد الطين بلة وموتها قهر إن عبد الله حط البلة باسم صمود وعطاها أسهم. أكيد هالشي مو على هواها، فهمت الحين؟ حياك مراشد، حياك بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو هذا يا ابو نورة؟ هذا ما كان اتفاقنا. أنا ايش دراني؟ ما أدري إن مراشد بتجي مع نورة. لا تخاف، لو ببلغ الشرطة كان بلغتهم من زمان. لأنك مو متأكدة إني أنا قاعدة هنا أنطركم. لو متأكدة كان سويتيها. اترك عنك الحكي الفاضي هذا، وقعد خلينا نتفاهم. أنا تفاهمت مع نورة على كل شيء، والمفروض إنها جاية ويايبة معاها الفلوس، بس أشوفها جاية وإيدها فاضية. شو السالفة يا أبو نورة؟ أنت ما فهمت بنتك؟ ما علي يا أبو ريم، خلنا نقعد نتفاهم ونشوف مراشد إيش عنده، إيش بتقول. ما علي. حياك حياك مراشد، سريع تفضل. حياك. سريع سريع. قول يا مراشد، ويا ريت باختصار، لأن أنا بصراحة ما أثق بأي واحد فيكم. المفترض احنا اهل يا بورين، والشغلات هذه ما تصير بيننا. اي اهل واللي يرحم والديك. شوفي حالتي شنو صاير فيها. انا وين وصلت؟ والسبه ولدك عبد الله اللي سواني مجرم، وياي تقولين لي عقب كل هذا احنا اهل؟ اللي بينك وبين عبد الله شغل وفلوس. الامور المثل هذه المفترض تنحل. لكن انت لو ما تهور ذاك اليوم بغيت تذبحه كان لقيته حل. لكن انت الله يهديك. سمعيني علي يا ام راشد، انا مو جاي هنا عشان اسمع نصايحك. أنا جاي أخذ جزء من الفلوس اللي لي عندكم، وبيني وبينك أنا ما عندي شيء أخسره. عطيتوني كان بها، ما عطيتوني راح أتصرف بمعرفتي. شلون يعني تتصرف؟ شو بتسوي؟ يعني ماني طالع الخسران الوحيد من الموضوع، وإذا تسكرت كل الطرق بويهي فعلي وعلى أعدائي، وأول واحد بيدفع الثمن ولدك عبد الله. صمود حبيبتي، عسى ما شرش فيك. ما فيني شيء. صمود حبيبتي، ترى الزعل مو زين علشانك وعشان لبطنك، ديري بالك. وانتي شكو؟ مالك شغل فيني؟ الله يهداك، ليش كذي قاعد تحاكيني؟ انا بشنو ازعجتك؟ ابي اقعد بروحي، مالي خلق اقعد مع احد. يا خلاص ان شاء الله على راحتك، بس ها ديري بالك، لا تعصبين، ترى مو زين. Thank you.
سمعيني يا ام راشد، بقولها لك ومن الاخر، اذا تبيني اكف شري عن ولدك لازم تعوضيني عن جزء من الفلوس اللي خسرتها بسبتها. كم تبي يا بوريم؟ 400,000. 400,000؟ بس المبلغ هذا مو متوفر عندي الحين، وايد كبير المبلغ. ايه بس نورا قالت انها تقدر توفر المبلغ. ايه بس هذا في حال اني حولت اسهمي لفلوس، وانا اذا طلبت هالشيء من عبد الله اكيد ما راح يوافق، عشان كذي انا قلت الام راشد عشان تساعدني. المتوفر حاليا 150,000 دينار، ايش قلت يا بوريم؟ ايه بس انا لي عند ولدك اكثر من 800,000. ولدي مو متعود ياكل حق احد، واذا لك عنده شيء بتاخذه. ام راشد بريم قصده ان سعر المعدات اللي كانوا في المشروع، وطبعا الدفعات في الشركه ما اخذاهم مقابل شغله وياهم. اريد اكرر لك يا بوريم، اذا لك شيء عند عبد الله بتاخذه. حيل خلنا نتفق، اخذ ال 150,000 وباقي المبلغ تقولين حق ولدك عبد الله يحوله بحساب بنوره. لا لا بريم تكفى، ارحم والديك، شوف لك واحد ثاني حط المبلغ باسمه، اعفيني انا ما اقدر يا اخوي. ها شو قلت يا ام راشد؟ موافق. اذا راح نعتبر ال 150,000 جزء من الفلوس اللي عند عبد الله. ايش يضمن لي يا بوريم انك عقب ما تاخذ الفلوس ما تتعرض لعبد الله؟ بالفلوس هذه انا برتب امور سفرتي برا الكويت، وانا ماني مسافر لما اخذ باقي فلوسي، وهالشيء هذا بيدك انت، بيدك انت انك تقنعينه انه يعطيني حقي، وهذيك الساعة راح اكف شري عنه، وذيك الساعة انتوا بحالكم وانا بحالي. ايش قلتي؟ تم. ها حبيبي وينك الحين؟ نفس ما قلتي، أمي راحت حق أبو ريم بيت أبو نورة، والحين اطلعوا من البيت وأنا لاحقهم. شنو أنت ما راح تبلغ عن أبو ريم؟ ما راح أبلغ عليه الحين لما أعرفهم مش بتسوي معه. عبدالله أنا قلت لك خالتي مراشد قاعد تخطط بشنو، بس أتمنى أن كلامي يطلع غلط. صمت خلاص، بعدين أكلمك، أخاف أضيعهم. يلا أوكي حبيبي، دير بالك. معقولة يما تبي تسحبي الفلوس؟ يما ليش تسوين كذي؟ مو هذا بريم اللي حاول يذبحني؟ معقولة تتآمرين معاه ضدي؟ بصدقك؟ صدق ما عندك سالفة، خليه يشوفهم بعينه عشان يتأكد ويعرف أهما شنو من الناس. لا تقولي لي يبلغ الشرطة ولا شيء. أصلاً وجود بريم برا السجن يصب في مصلحتنا، خليه يشوف في عينه ويتأكد ان كلامنا صحيح. يلا يما، اي شيء جديد يصير معك
دقي لها على طول. تليفون يمي. عافية الشاطرة. مع السلامة. أشوفك فاتحة خط مع بنتك اليوم، شو السالفة؟ قلت لك يا صالح، ما رضيت تصدقني. عبد الله رايح بيت بنورة ولاقم راشد قاعدة مع بوريم. تقول للحين عبد الله يبي ينفجر، مو مصدق اللي صار. طبعاً ما أصدق، حتى أنا ما راح أصدق. أكو أم تتآمر على ولدها. بعدين لا تنسين يا فاطمة إن هذا ولدها الوحيد عقب وفاة إخوانه. مو كيفك ما تصدق. ونظرتك هذه لمراشد لازم تتغير. سمعت؟ لازم تتغير. شلون أغيرها يا فاطمة؟ المرأة أنا أعرفها أكثر من 25 سنة. صدق كانت تدخل بشؤون ريالها وعيالها، بس ما كانت تحكم فيهم. بعدين تعالي خليني أقول لك شيء واحد. أم راشد هذه أنقذت الشركة ووقفتها على ريولها، وتمت واقفة مع زوجها وعيالها حتى يوم توفى الريال، وقفت مع عيالها ليه ما تطمنت عليهم. خلصت؟ الديباجة هذه مالتك كلها ما تهمني. حبيبي أم راشد وولدها ما يفكرون إلا بنفسهم ومصلحتهم، ما يفكرون بشيء ثاني. وهذه هي يوم عرفوا السالفة قطوك برا الشركة وما فكروا فيك ولا بخدمتك الطويلة حقهم. اسمع صالح، أنا أبيك أتفكر بمصلحتك، مو عيب ولا حرام، يعني فكر بمصلحتنا. أنا من قاعد عندك قاعد أقول هذه براسها شيء، أقول عطيني النهاية، عطيني الزبدة، إيش تبين؟ مو الحين أقول لك يا صالح، مو الحين. خلني بالأول أعرف اللي بيصير مع أم راشد وولدها وعقب أقول لك. يبا لا عقبها ولا بعدها، شيليني من تفكيرك، من المخططات اللي ببالك هذه شيليني منها، فهمتي؟ مو كيفك. شلون مو كيفي؟ بفهم. اسمع يا صالح، أنا بقول لك شيء ومن الآخر. ريال اللي ما يروح ينتقم حق كرامته أو كرامة مرته اللي تبعثرت ما يصلح يكون لريال. سمعت؟ ما يصلح يكون لريال. تعتقدين ان بوريم بيوفي بوعده وما يتعرض لعبد الله؟ بوريم كل همه فلوسه. دام انه عارف انه بياخذ فلوسه كلهم مستحيل يتعرض لعبد الله. الله يسمع منك، لان بوريم هذا صاير مثل الكابوس. الله يكفينا شره. اللهم امين. بعد الله سبحانه وتعالى ما عندي غير ولدي هذا. مستعده اسوي اي شيء علشان احميه. بس ما تعتقدين كان مفروض نبلغ الشرطة؟ أنا فكرت بهالشيء، بعدين قلت لا، وريم هذا غدار وما له أمان. لو بلغت عنه ممكن يدز أي أحد من ربعه علشان يأذون مني. يا نورة أنا فقدت ثلاثة بوقت واحد، ما أبي أفقد الرابع. وريم لو طلب حياتي متنازل عنه علشان أحمي ولدي عبد الله. سبحان الله، شوف الطمع ايش سوى فيك. ما حد طماع كثرك في هالدنيا. يكون في علمك عمري ما راح اسامحك، راح يجيك يوم راح تعيش الذل والمهانه اللي عشتها انا. وبالله شنو خطتك الجديده؟ كل شيء بوقته حلو، لا تستعجل. انا انصحك نصيحه واحده بس، انك تسلم نفسك للشرطه، بدل لا تضيع عمرك وانت منحاش ومنخش. على الأقل تسجن كم سنة وتطلع وتعيش حياتك،
وانا اوعدك اني راح اوقف معاك واساعدك. انا ماني محتاج منك لا مساعده ولا شيء. وانا راح اوريك والايام بيننا. لا انت ولا عشره من اشكالك يخافوني، وراح تشوف. هيا الايام بيننا وبتشوف. نصحك نصيحه، لا تحاول تلحقني، ترى تندم. هم ونزاح. ها بشرى ايش صار؟ الحمد لله خالتي حلت المشكله وعطت ابوك 150,000. ابوي رضى بهالمبلغ؟ ابوك يقول انه لا مبلغ عند عبد الله. عاد خالتي بتحاول تقنع عبد الله انه يعطي المبلغ، وان شاء الله عاد تقدر تقنعه. المهم في هالسالفه هذه كلها انا ارتحت والحمد لله، وتخلصت من هالمشاكل هذه كلها، وبنفس الوقت نضمن ان ابوك ما يتعرض لعبد الله لين تصرف خالتي. الله يسامحك يا يبا، ما ادري شو وصلها لهالمرحله. ذل نفسه وذلني معه. وتش علاقتك؟ انت حسبالك ان عبد الله نسى ان انا بنت الريال اللي بغى يذبحها بيوم من الايام. اذا عبد الله قاعد يعاملني عدل مو معناته انه هو ناسي. غريبه ان عبد الله صار يهمك. انت مو كنت تبين تطلقين منه؟ انت حتى ما دافعتي عن نفسك قدامه يوم واجهتك بموضوع جاسم. موضوع ابوي شيء، موضوع جاسم شيء ثاني. لحظه. اوكي مسيو، عفوا بك شي؟ لا هي مشكلة بسيطة، لا تحاتي، لا تشغلين بالك. ان شاء الله ما تعطي الهم، ان شاء الله كل شي بيتحل. ان شاء الله. ايش فيك؟ في شي بدك تقولي؟ لا لا ما في شي. ترى انت وينك يا سعد؟ وليش ما عم ترد علي لهلا؟ وينك؟ وينك؟ وبعدين؟ وبعدين يعني؟ كل شوي مشكلة مشكلة؟ هذه مو حالة؟ يا بيتكم على التهاوش ولا تشتغلون؟ أقول سمعي، اخذ رفيش تروح ذبحيها برا الصالون، مو شغلي انا. الزم ما علي شغل الصالون. اسمعي، لا تحدين افصلكم انت والثنتين، فهمتي؟ ذي الفي، ايان وياك تدقين على البيت، زين؟ يلا ذي الفي. قطيعه. اوف. ايش فيك؟ ايش فيك؟ هدي هدي. مو كذي اعصابك. يبا هذول موظفات شلون عندك؟ انت محتاجه لهم ومصلحتك عندهم، باكر هدوك وطلعوا شو تسوين؟ لا حبيبي. ما علي شيء مصلحتي. أنا ألزم ما علي شغلي. مشى شغلي مشى. ما مشى بمشيهم بفلوسي وبيب غيرهم. الله ما بكثر غير البنات في الديرة. كيفك براحتك. يلا قوم. قوم البس ثيابك وروح حق مراشد. وش حق أروح حق مراشد بعد؟ أبيك تقابل مراشد عشان تقول لها على المشكلة اللي صارت بينك وبين عبد الله بخصوص المناقصة. وانت ايش مستفيده من الموضوع هذا؟ ابيك تسوي اللي اقول لك عليه وبس، لا زياده ولا نقصان. اخ
ودي أعرف شو اللي يدور براسك بس. أنت ما تبي ترد الشركة وبكرامتك؟ أو تطلع لي كفلسين ثلاث عشان بنتك المسكينة اللي ما لها أحد غيرك في الدنيا؟ بلى، بس شلون؟ أبي أفهم. صالح، ما أبيك تفهم، أبيك تنفذ اللي أقول لك عليه، لا زيادة ولا نقصان. سمعت؟ يلا قوم، قوم غير ثيابك واطلع. ألو، هلا يمه. ها بشري. يما أنا كلمت عبد الله من شوي، هو الحين مقتنع إن أمه قاعد تخطط مع أبو ريم، بس شنو الموضوع وشنو هدفها هو مو مستوعب للحين. إي عشان شي أنا طرشت صالح يقابل أم راشد، وعقب ما يخلص مع أم راشد بيروح حق عبد الله ويقول له إن أمه أطلبت منه يدير الشركة، وإنه هو شخص غير مرغوب فيه، عشان يعرف ان امه قاعده تحرض الكل ضده. ما ادري، ما احس ان احنا قاعد نلعب بالنار. بنفس الوقت انا متضايقه عشان عبد الله، يعني احس انه هو الحين بوضع الصراحه ما ينحسد عليه كلش. يما عبد الله وايد يحب امه، اذا فقد ثقتها فيها راح يفقد ثقتها بالناس كلها. صدق غبيه، انا ليه متى بعلم فيك؟ شنو يحب امه حبيبتي؟ انا اللي قاعد اخطط له واسويه واشتغل عليه أن يفقد الثقة في أمه. أصلاً أنا ما أبي يثق فيها، فهمتي؟ أنا أبي الإنسان الوحيد اللي يثق فيها هو أنتي. أنتي وبس. لازم يعرف أن الكل يتآمر عليه ويخطط ضده، وأنك أنتي الوحيدة اللي واقفة معاه ومساندته. فهمتي يا نظر عيني؟ إي ما فهمت. سمعي، أبيك إذا يا صالح وقعد مع أم راشد أبيك تجابلينا. أنا بصراحة للحين مو واثقة فيه ومو عارفة شو يدور في راسه. أبيك تسمعين كل كلمة يقولها، فهمتي؟ هي ما فهمت. عافية بنت الشاطرة. ألو حبيبي، وينك اليوم؟ توقعتك تكلمني. ما علي، اليوم ما قدرت، مشغول شوي. ما علي حبيبي، المرة أنا مسامحتك. عبدالله الظاهر بعدك مشغول. إي والله مشغول وايد. خلاص حبيبي، أنا ما رح أعطلك عن شغلك أكثر من كذي. أنا حبيت أدق عليك أن مشتاقت لك، مشتاقة أسمع صوتك، وحبيت أطمنك إن بخصوص صمود. لا تحاتي، ترى هي ما حست بشي، ومثل ما وعدتك ما رح أخليها تحس بشي، فتطمن من هالناحية. أنا من صوبك وايد مطمن. مها، ما أبي صمود تعرف اللي بيني وبينك، ما أبي المشاكل تزيد. إن شاء الله حبيبي، لا تحاتي. صدقني عبد الله، إذا حسيت إن وجودي بحياتك بسبب لك مشاكل ما رح أتردد ولا لحظة إني أنسحب. أنت ما تعرف أنا إيش كثر أحبك، كل اللي يهمني رضاك، ما أحب تزعل علي أو تضايق. خلاص حبيبي، الحين لازم أخليك، ما أبي أعطلك. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. هلا يمه، ايبو شهد وصل. خليك قريبه، ابيش تسمعين كل كلمه يقولها. انا هذا صالح مو مطمنه، يا خوفي يكشفنا قدام راشد، ماني عارفه شو اللي يدور في راسه. وانت عارفه ام راشد مو سهله، وما تطوف عليها السوالف. يلا خلي بالك على روحك وركزي. مع السلامة. Thank you.
هلا ومرحبا بصالح، حياك الله. هلا اختي ام راشد. قهوتك. ان شاء الله اشربها. خير عسى ما شر. شكلك عندك حكي وايد تبي تقوله. والله ما ادري ايش اقول لك يا ام راشد. انت تعرفيني عدل. اللي بيني وبينكم عمر. خلال فترة شغلي بالشركة خدمتكم بكل اخلاص وامانة. شيء اكيد. ولو لفينا الدنيا كلها ما نلقى بامانتك واخلاصك. مشكورة. مشكورة على الثقة ام راشد. يا ساتر. قول ايش عندك؟ اسمعك. يا ام راشد انا لا يمكن اسمح حق اي انسان اشوفه قاعد يسبب لكم مشاكل واذى اني اسكت له، ومهما كان الشخص هذا. ايش صاير؟ ومن تقصد؟ ام راشد انا جيت اقابلك اليوم بناء على طلب زوجتي فاطمه. فاطمه؟ وليش طلبت منك تقابلني؟ فاطمه طلبت مني اقابلك عشان اقول لك على المشكله اللي صارت بيني وبين عبد الله. مع اني انا عارف ان هدفها شيء ثاني. وانا كنت اتمنى اسمع رايك بالمشكله اللي صارت، مع ان في مشكله اكبر واخطر من مشكلتي انا عبد الله. تكلم يا ابو شهد. قولي اللي عندك. من الاخر يا ام راشد، فاطمه تبي تفرق بينك وبين ولدك عبد الله. وتبيني اوقف صفها عشان نقنع عبد الله انك انت قاعده تامرين عليه وتبي تسيطرين على الشركه. انا ادري ليش انت قاعد تتهم امي الاتهامات الباطله هذه، عشان تاثر على خالتي تضغط على عبد الله يرجعك الشركه. خالتي هذا واحد ناكر المعروف وقدر فيكم. الاخ ابو شهد سرب معلومات مهمه حق شركه منافسه وخلى عبد الله يخسر مناقصه كبيره، عشان كذي عبد الله طردك من الشركه، والحين جاي تسوي نفسك انا الطيب المسكين عشان خالتي تساعدك وترجعك حق شغلك. صمود انت تدرين ان هذا الكلام مو صحيح. لا صحيح، وانت مثل ما قدرت بعبد الله امي خافت تقدر فيها، عشان كذي قالت لي روحي سمعي ايش يقول حق خالتك ام راشد. يا ناكر المعروف، قدرت بعبد الله وبامي اللي غلطت حياتها اصلا وفكرت تتزوج واحد مثلك. بس يا صمود. لا مو بس، عقب الكلام اللي انا سمعته مو بس. ابو شهد عارفه من 25 سنه واثق فيه وبكل كلمه قالها. لا والله، يعني انت قاعد تقولين ان امي انا كذابه؟ اي والله امك كذابه. انا كنت خايفه من هاللحظه. خايفه من اللحظه اللي امك تتدخل فيها بحياتنا عقب ما تتزوجين عبد الله. على هالاساس انا كنت رافضه، ويا ليتني تميت مصممه على رفضي من زواجكم. انت على بالك انا صدقت الكلام اللي انت قلتيه؟ انا ما صدقت منه ولا كلمه. خالتي انا ما اسمح لك ولا اسمح حق اي مخلوق يطاري امي بكلمه واحده. حبيبتي تعالي على نفسك شويه وسمحي لي وسمعيني ايش بقول. الريال هذا اللي واقف قدامك ايش كثر انا نصحته يوخر عن امك، لكن الحب عمي تورط معاها. أمك على بالها أن الرجل هذا الصادق الأمين ممكن نتأثر عليه علشان يغدر فيني، لكن لا أمك ولا عشرة من أمثالها تقدر تأثر عليه. وعلى بالها أنه بيسوي اللي هي تبيه. لا حبيبتي، يا قالة على المخططات اللي أمك قاعدة تسويها، على بالها بتأثر على أخلاقه وأمانته. قلها مع السلامة. الحمد لله أن أنت مو صاحبة الكلمة في الشركة، ولا كان رجعتي حق شغله وتسببتي بخرابها. يكون بعلمك يا صمود أن عبد الله بالشركة مدير بالاسم فقط لا غير، ولولا وجود ابو شهد في الشركه كان ما عرف يديرها، ولا كان هو خربها، لان اساسا هو عمره ما دش الشركه وشافها. صدقين خالتي انا وايد مصدومه، انت قاعد تتكلمين عن ولدك وكنا عدوك مو ولدك، والمصيبه الكبرى انك قاعد توقفين مع واحد ضد ولدك وهو اللي غدر فيكم. ما في داعي تقولين هالكلام، لان ابو شهد برد الشركه غصب عليك وعلى امك فاطمه وعن عبد الله ولدك. لأن وجود ابو شهد عندي في الشركة أهم من وجود عبد الله، لأن لو تركته بروحه بالشركة ما أقدر أمني عليها. واللي يقول لك إن صالح ما راح يرد الشركة. أنا أقول لك إنك غلطان. موضوع ابو شهد يا عبد الله مو أنت اللي تاخذ فيه القرار بروحك. ولو أدري إنك أنت طرده من الشركة كان ما سكت. بس أحب أذكرك. أنا وريم ونورة وعيالهم لنا حصة بالشركة. ولو فكرت انك تغلط لا تعتقد ان انا بوقف ولا بسكت لك. مثل ما انا ادرت الشركة بعد وفاة ابوك اقدر ادير الشركة عقب وفاة اخواني. ولا تنسى انها امانة برقبتي. كبر عقلك ولا تمشي ورا صمود وامها فطوم.